وللحديث عن التوترات في أثيوبيا بين القوات الحكومية والمعارضين لها ودلالات هجوم الجيش والميليشيات الأثيوبية على المناطق المتنازع عليها مع السودان، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي المصري الدكتور محمد شرف. أهلا بك معنا دكتور محمد. أهلا وسهلا، تشرفت بحضرتك. أهلا بك دكتور محمد. وسط كل الأزمات الداخلية التي تواجه رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، في أي إطار يمكن وضع الهجوم على منطقة في السودان ومقتل أيضا الجنود السودانيين بهذا التوقيت بالذات؟ الهجوم على فشقة أساسا سببه الأمهرة. أبي أحمد من الأمهرة، ودي قاعدته الشعبية، فلا زال رغم كل المشاكل اللي عنده بيهتم بهذه القاعدة الشعبية وواقف معها. هم مستولين على 10,000 فدان زرعينهم، فعاوزين يحصدوهم، فده سبب الهجوم الأساسي. وسبب الهجوم الثاني إنهم عاوزين يمنعوا قوات تجراي من التقدم نحو منطقة بحر دار الأثيوبية، فهو ده السببين. لكن الفشقة دي أخصب الأراضي، من أخصب الأراضي في السودان، فعلشان كده أثيوبيا بتخالف القانون الدولي، لأن الحدود محددة من سنة 1902 وبتعطي السودان الحق في هذه المنطقة بالكامل. وأثيوبيا موافقة على هذا، وسنة 95 تم اتفاق، والعام الماضي تم اتفاق، لكن أثيوبيا دايما مصممة على كسر كل القواعد الدولية. نعم. زي ما تم في سد النهضة وخلافه. يعني يمكن وضع الهجوم على منطقة الفشقة ضمن الهجوم إلى الأمام أو الهروب إلى الأمام من قبل أبي أحمد. هو كمان دعم لجبهة لقاعدته الشعبية في الأمهرة. هو الوقت في حالة صعبة، وغالبا ممكن ينتهي الصراع بانه حيترك السلطه. فهذا هو السبب، فهو بيأكد على مناصرينه. طيب، مع اعلان القوات العفريه الخاصه المسانده للجيش الاثيوبي استعاده سيطرتها الكامله على اقليم عفر شمال شرقي البلاد، الان ما الذي يمنع اللجوء الى الحوار؟ اللجوء الى الحوار المشكله في ابي احمد، لأن جبهة تحرير تجراي إرهابية وما فيش أي حوار معها. وجبهة تحرير تجراي هي الأساس في خلاف النزاع. هو نزاع مش عسكري، هو نزاع اقتصادي أساسا. تجراي كانوا في السلطة لمدة 30 سنة، كان في إيديهم مفاصل الدولة، كان في إيديهم مفاصل الاقتصاد. مفاصل الاقتصاد قروض دولية بالمليارات، وأراضي في بني شنقول برضو بيوزعوها بآلاف الأفدنة وبتضر عليهم مليارات، ومأجرينها للأجانب، كلها متأجرة للأجانب بعقود طويلة الأجانب، فبتضر عليهم مليارات. التجراي حرموا من هذا بوصول أبو أحمد بالسلطة، وحاربهم وهمشهم تماما، فهم مش راضيين. لأن مسألة الانتخابات حتى لو تأجلت كانت متأجلة في كل الأقاليم. فالصراع هو صراع على نفوذ أساسا. طيب، وأما ما حدث في عفراي فهو هي حروب كر وفر. أبي أحمد السنة اللي فاتت قال إنه حيخلص على تمرد التجراي في خلال 3 أسابيع، وفعلا كان ممكن مسك شوية، لكن استردوا ودخل معاهم الأورومو، ودخل معهم جزء من الأمهرة كمان، دخل مع جبهة تحرير تجراي. يعني تمسك أبي أحمد برأيه وتشدده بعدم التنازل لمسلحي تجراي رغم وصولهم إلى أبواب أديس أبابا، يعني على ماذا يعول، على أي دور يعول، أو ما الدعم الذي يعول عليه أبي أحمد؟ أبي أحمد خلي بالك انه واخد جائزة نوبل للسلام سنة 2019، فده هذا الموقف لا يتناسب اطلاقا مع الحوار ودعوات الحوار اللي بيقولوا عليها الاوروبيين والامريكان بيقولوا عليها. ابي احمد
ممكن يحاكم على انه مجرم حرب، لان ارتكبوا كثير من المذابح والبشاعات ضد اهالي التجراي وبمساعدة اريتريا. هم انكروا في الاول ان اريتريا دخلت معاهم، لكن ابي احمد رجع اعترف في شهر مارس بان اريتريا كانت موجوده في التجراي. لهذا سالتك هذا السؤال دكتور محمد، يعني لا تبدو المواقف الدوليه يعني منسجمه مع موقف ابي احمد، لهذا على ماذا يعول؟ لا، هي مواقف كينيا واوغندا دعم ابي احمد، دول دول الجوار، فدول داعمين لابي احمد. وبعدين احنا بنعتقد ان اوروبا وامريكا بياخدوا مواقف، لكن مواقفهم الحقيقيه بتختلف كثيرا احيانا، فهم في الغالب داعمين لابي احمد. نعم. رغم ان اعلانهم انهم مش داعمين، لكن اعتقد انهم داعمين ده. لكن جبهة تحرير تجراي هي حروب كر وفر، خصوصا لما دخلت معها الأورومو وحتى جزء من الأمهرة داخل وياهم. مع استمرار العمليات القتالية، موقع فورين بوليسي الأمريكي كما تعلم قال إن تفكيك دولة أثيوبيا صاحبة التاريخ المليء بالصراعات لربما بات أمرا ملزما. ما احتماليات وقوع ذلك؟ هو المشكلة عرقيات، العرقيات. الأمهرة بيشكلوا 25% من السكان، الأوروم وبعديهم، التجراي 6%، لكن هم أصحاب النفوذ وهم أصل أثيوبيا حقيقي. ممالك كوشي وإمبراطورية كوشي كانت هي في التجراي. الجزء الكنسي والجزء السياحي موجود في التجراي، وتجراي فيها مثقفين كتير، منهم مسؤول منظمة الصحة الدولية كان دايما وزير صحة وهو من التجراي، بل وهو منتمي لجبهة تحرير التجراي. نعم. إذن الكاتب والمحلل. فهنا ده يعني صراع، زي ما بنقول هو صراع عرقيات وصراع عرقي شديد، وأثيوبيا كلها عرقيات. نعم. فإذا انتهت حتى في التجراي، عندهم الأورومو مشكلة، وعندهم مشكلة في بعض مناطق الأمهرة، وعندهم بني شنقول دي عرب اصلا، وبرضه واخداها اثيوبيا مسيطره عليها بالعافيه. فاثيوبيا او ابي احمد هو اللي صاحب المواقف المتشدده، سواء في السودان او في سد النهضه، كل دي مواقف متشدده من ابي احمد. يعني اللي سابقينه كانوا متساهلين وعلى استعداد للتفاوض. نعم. إذن الكاتب والمحلل السياسي المصري الدكتور محمد شرف، كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول. شكرا جزيلا لك.